خلينا نروح كمان لخبر حلو وبطلات تحديدا العاب القوه في المشروع القومي للموهبه والبطل هنا الاولمبي، حققوا نتائج كانت متميزه جدا في دوره الانديه العربيه للسيدات المقامه بالشارقه، وحققوا تحديدا 9 ميداليات، 3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات. البطوله شارك فيها لاعبين كتير جدا من 11 دوله، والحلو في الخبر ان انت بتتكلم عن بجد يعني بطلات المشروع القومي للموهبه اللي فعلا اولا بيثبت ان المشروع ده قدر ان هو ينجح او في طريقه للنجاح، وبتتكلم على كمان عدد البطلات اللي قدرنا نكسبهم جراء هذا المشروع، فبالتوفيق ليهم في اللي جاي، بس سعداء طبعا بالانجازات المحققه حتى هذه يعني اللحظه اكيد.